هبدأ كلامي فعلا وهتكلم عن فترة التوقف الدولي لمنتخب مصر، واللي عندنا فيه مباراتين بإذن الله هيكونوا مع جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والتانية من تصفيات كأس العالم. خلينا نقف شوية عن ماتش جيبوتي. جيبوتي هيبقى زي ما حضراتكم عارفين في القاهرة، ماتش هيكون إن شاء الله الساعة 7، وماتش سيراليون هيبقى خارج ملعب يعني ملعبنا، وهيتلعب تحديدا في ليبيريا. واتكلمنا عن كواليس بقى ليه ليبيريا وليه مش ملعب آخر وغيره. على كل حال افتكر برضو إن الوقت ده ومهم جدا ان يكون في خريطه واضحه من جانب هنا الجهاز الفني ومن جانب مستر روي فيتوريا، لان انت مطالب انك تعمل نتيجه جيده جدا، وده في اول ماتشين. يمكن احنا البدايات عندنا دايما في تصفيات المونديال ما بتكونش الافضل، احنا شفنا ده على مدار التاريخ على مدار السنوات الماضيه. فمهم جدا ان انت تحقق المكسب وتضمن اول 6 نقاط، وفي نفس الوقت تحقق الاستفاده الكامله قبل نهائيات بقى كاس الامم الافريقيه، لان واضح ان هو ما فيش بصراحه مباريات وديه تاني خلال المرحله اللي جايه، وهتدخل برضو على طول بعد كده في بداية بقى العام في نهايات كأس الأمم ومباريات المجموعات اللي هتضم طبعا زي ما احنا برضو تابعنا مصر غانا وكاب فيردي وموزمبيق ومجموعة يعني تقول في المتناول. لكن في المجمل برضو شكل المنافسة في كأس الأمم اختلف كتير جدا، لأن عندك 10 منتخبات عندها نفس تقريبا الفرص، عندها نفس الحظوظ في المنافسة على البطولة، أبرزهم طبعا الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، السنغال والمغرب والجزائر. فهنقول كل التوفيق لمصر وكل الحذر بقى من مباراتين جيبوتي وسيراليون، لأن دايما هقول في تصفيات المونديال بيكون عندك للأسف في المباريات الأولى، كمان سيبك من المنتخبات الصغيرة، بس في المباريات الأولى بيبقى فيه تعثر. نتمنى ان يكون في بدايه قويه، لان انت بتبني دايما على البدايات القويه، بتدي دفعه كبيره، بيبقى في دفعه معنويه، بيبقى في ثقه عند المنتخب، عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، عند الجماهير بالمناسبه. فمش عايزين نكرر اللي حصل، يعني لو حضراتكم فاكرين في 98 مع ليبيريا وفي 2002 مع ناميبيا، وانا مش عايز انسى برضو غالبا 2006 كانت مع بنين. فيعني أنا أتمنى الحظ يحالفنا هذه السنة ونبدأ بداية قوية جدا، لأن برضو هرجع أقول فيتوريا لو جيت سألت أو عملت كده استطلاع رأي، لأ فيتوريا من المديرين الفنيين الواخدين إلى حد كبير ثقة الجماهير، وده ما بيحصلش على فكرة أو ما كانش حاصل خلينا نقول السنوات الماضية القليلة. لأ فيتوريا عنده الجزئية دي إلى حد كبير، فنتمنى ليه التوفيق، نتمنى هو يكون كمان عند حسن ظننا، لأن دي زي ما بنقول لسه ضربة البداية.